بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر عن النوطة. درسنا اليوم أنه نعرف رموز الأزمة. هسه احنا بالدرس الأول مال النوطة عرفنا مواقع النغمات على الخطوط وعلى الفراغات. الآن نجي نعرف هذه النغمة لازم تتخذ زمن معين، لأن الموسيقى عبارة عن تون وزمن، هي النوطة تون وزمن. فهسه عرفنا التون، مثلا عرفنا هذا الصول هذا الدو. طيب بقى نعرف زمن هذه النغمة شقد. هنا الأزمنة عندنا تقريبا 5 أزمنة مهمة رئيسية بالسنة الأولى، هاي نعرفها لازم نعرفها، اللي هي الأزمنة هاي روند ويساوي 4 ضربات. هسه نجي نوضحها شوي شوي، بس خلينا نذكرها أول مرة. روند وزمنها 4 ضربات، وبلانش زمنها 2 ضربة، ونوار زمنها 1 ضربة، وكروش نص ضربة، ودبل كروش 1/4 ضربة. هسه لحد وأكو بعض أزمنة أقل من دبل كروش، تربل كروش وكادريبل كروش، ولكن أنا أريدك تحفظ لي حد دبل كروش. فشوف هذه سويت نموذج مخطط الأزمنة الموسيقية، هذا يسموه روند، هذا علامته دائرة، 5 بالعربي أو بالإنجليزي شو تريد تسميها سميها، المهم هذه دائرة، هذه يسموها روند، قيمتها الزمنية 4 ضربات، واضح؟ ويسموها مستديرة الحين، هذه بالنسبة لهم. تجي بعدها البلانش اللي هي يسموها بيضاء، وقيمتها الزمنية 2 ضربة، يعني كل 2 بلانش راح تعادل روند 1. ونوار أو السوداء هاي يسموها قيمتها 1 ضربة، والكروش هذا اللي أبو سن معقوفة 1، يعني سن 1 يسموها كروش، وأم سنين هذه يسموها دبل كروش قيمتها 1/4 ضربة، هاي نص ضربة 1/4 ضربة، واضح؟ هذا على زمن موسيقي عندنا. هسه واحد يقول شلون على زمن موسيقى، أنا أريد بعد يعني ضربات أكثر، ممكن تصير بس هاي نجيها إلى في دروس قادمة. الآن مش نعرف، لازم نعرف الروند اللي هو 4 ضربات. خل أوضح لك الضربة حتى تفتهم الضربات. الضربة هي مثلا هذا، شوف تخفض إيدك وترجع، واحد شوف هاي ضربة، وا وا واو أليف، وا واحد، حاء 2 نص ضربة، شوف واحد، شوف 2 3 4. إذن الضربة الواحدة هي هاي، واحد واحد، شوف خفض اليد ورجوح، هذه هي مفهوم الضربة، واضحة؟ ها طبعا جدا مهمة لازم تفهمها، وإذا ما فهمتها ممكن تتصل أوضحك إياها، بس أنا جاي أوضحها هسه بصورة مبسطة. مفهوم الضربة الواحدة هو واحد واحد واحد، أريد أسوي 4 ضربات، 1 2 3 4 5 6 7، شوف إيش قد أقدر أسوي ضربات، مو مشكلة، بس المهم هي الضربة هاي 1، زين؟ هذا مفهوم الضربة. إذن أعلى زمن موسيقي عندنا هو الروند اللي علامته دائرة، اللي هاي علامته دائرة، هو يساوي 4 ضربات، يعني راح يصير 1 2 3 4، شوف خفض اليد وصوت، هذه قيمة الروند اللي هاي المستديرة. نجي للبلانش، البلانش قيمته 2 ضربة الزمنية، القيمة الزمنية لها 2 ضربة، هو 1 2، شوف يعني هسه صار عندي 2 ضربة، هاي قيمة البلانش.
قيمة النوار اللي هو ضربة واحدة هاي واحد خلص. قيمة الكروش فقط خفض اليد بدون رفع زين واح شو واح يعني واو ألف واح شو هنا بس خفضت من أرفعها ساكت ماكو هاي قيمة زين. وهكذا الربع الكروش فقط تنزل يدك للنص يعني عن نص والنص الثاني يصير ربع شوف صار نص ربع ربع صار نص وربع ربع صار نص صار الضربة يعني واحد اثنين شوف هذا صار الضربة ربع ربع صار نص ربع ربع صار نص. فهذا أيضا هذه الأزمنة وهذه بهذا الشكل تكون. هسه نجي شلون قبل أن لا نطبقها هو المفروض تحفظها تحفظ الأزمنة يعني هسه عندك إيقاع بقت هنا قبل ما نجي للإيقاع بقت هنا عندنا شغلة السرعة الزمن هو يبقى واحد ولكن السرعة أنت تتلاعب به يعني مثلا واحد ياخذ شوف ضربة واحدة واحد يوب هاي السرعة بطيئة واحد واحد ياخذها بسرعة عادية واحد واحد ياخذها بسرعة سريعة واحد يوب واحد أسرع واحد 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 شوف هاي السرعة انت تتحكم بها بس القيمة الزمنية هي ظلة واحدة هي خفض اليد صعود اليد واضح خفض اليد صعود اليد هذه قيمة زمنية أما السرعة سواء بطيئة سواء عادية سواء سريعة هاي أنت تتحكم بها بالتمرين يعني لأن قديما وصلتني رسالة يقول أنا ما افتهمت شنو القيمة الزمنية وشنو السرعة القيمة الزمنية هي الضربة قد تكون ضربة واحدة هاي قيمة زمنية ضربتين هاي قيمة زمنية ولكن سرعتها ايش قد انا ابدا بطيء واحد اثنين شوف شوف واحد هاي بطيء واحد عادي واحد سريع واحد شوف اسرع هذه السرعه انت تتحكم بها فاذا هسه اعتقد مفهومه مفهوم الضربه القيمه الزمنيه واعتقد مفهومه شنو السرعه احنا دائما نبدا بالتمرين بصورة بطيئة وبعدين نحاول نسرع شوي شوي يعني مثل ما واحد عنده هي سيارة السيارة ضارة نفسها اخوان المصريين يسموها عربية السيارة هي واحدة بكركبها وسائقها تمشي بطيء او تمشي سرعة معتدلة او تمشي بسرعة هنا السرعة والبطيئة اللي تحكم بها السائق السائق اللي هو انت العازف إذن القيمة الزمنية هي واحدة هاي الضربة ولكن السرعة أنت تتحكم بها تريدها بطيئة تريدها عادية تريدها سريعة هذه بالنسبة للقيم الزمنية فإذن لازم نحفظ روند هو أربع ضربات يصير بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا روند أجل الأنوار عفوا للبلانش ضربتين يعني كل روند يساوي اثنين انوار واحد اثنين شوف هذا البلانش واحد اثنين خلاص اجل الانوار ضربة واحدة وكل انوار وكل بلانش هو يساوي اثنين انوار يعني تقسم اربعة تقسيم اثنين كل واحد الى اثنين اثنين تقسمها على اثنين كل واحد الى واحد الوحدة تقسمها على اثنين كل واحد الى نص النص لو تقسمها على اثنين كل واحد الى ربع فهكذا يعني تقسيم الأزمنة وهذا سويتك جدول بالأزمنة شوف هذه الروند هي اربع ضربات شو راح تنشطر راح تنشطر الى اثنين بلانش بلانش شوف بلانش بلانش يعني اثنين بلانش راح تعادل روند لان هاي ضربتين هاي ضربتين
راح تعادل روند 4 ضربات. الروند قسمتها على 2، شوف 2 1 2 كل بلانش هو 2، واضحة؟ البلانش اجى قسمه على 2 هو ضربتين، راح اسوي ضربة بضربة، شوف 1 1 وهذا البلانش قسمه على 2 هم 1 1 2. إذن 4 نوارات عادلا 4 ضربات، يعني كل نوار هو ضربة عادلا روند، شوف كل 4 نوارات راح يصيرن روند واحد. النوار نفس الشيء قسمه على 2 نص بنص، هذا النوار نص بنص، هذا النوار نص بنص، وهذا نص بنص. إذن صارت عندي 8 أنصاف كروشات، شوف 8 أنصاف تعادل روند، يعني هسه الأربعة إذا تقسمها على 8 أنصاف على أنصاف كم نص تصير؟ راح تصير 8. هسه أربعة عندك 4 برتقالات 4 تفاحات، قسمها إلى أنصاف متساوية راح تشوف شو صار عندك، راح تصير 8 أنصاف متساوية. وأيضا الكروش راح يتقسم إلى دبل كروش، كل نص يصير ربعين، كل نص الكروش هو نص، النص اللي انقسمه على 2 كل واحد قد ياخذ، كل واحد ياخذ ربع، واضح؟ فإذا كل نص يتقسم على 2 ياخذ ربع، شوف هنا راح يصير عندك 16 ربع، 16 ربع هن يعادل الروند، واضح؟ أو 4 أرباع ربع 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 ربع، شو يعادل؟ يعادل ضربة واحدة، شوف هاي ضربة مقسومة نص بنص، وكل نص ربع بربع، كل نص يصير ربعين، شوف إن ساعدك كيلو، كيلو كم ربع يتقسم؟ كيلو واحد راح يتقسم إلى 4 أرباع، كل ربعين هو يصير نص، خلص. أو هذا الحساب، هذه حساب رياضي، شوف هذه النوار الواحد راح يصير كروشين نصين كيلو، كل واحد نص كيلو، والنص كيلو راح يصير ربع بربع يصير نص كيلو ربع، شوف يصير النص هذا وهذا يصير نص. هذا هو حساب الأزمنة، يعني شلون نحسب الأزمنة الموسيقية وشنو قياس البعض، واضح؟ فاحنا بالسنه الاولى واكو بعد ثلاثيه، احنا ما اريد اريدك تحفظ هسه لحد روند سوى 4 ضربات، والبلانش سوى ضربتين، كل بلانشين اجمعهم يساوي روند، وايضا البلانش ممكن يتقسم الى نوارين، البلانش الواحد الى نوارين، بلانشين مقسمين يصيرن 4 نوارات، كل 4 نوارات انه راح يعادلن روند، وهكذا. هذا بالنسبة للقيم الزمنية للنوت، هذه لازم نفهمها وبسيطة جدا، يعني بس هذا واضح. الضربة الوحدة انت لازم تعرف الضربة الوحدة ايش هي، الضربة الوحدة هي قناها واحد، شوف واحد واحد، هاي ضربة واحدة، تخفض ايدك نص وترفعها هو نص، يعني النص بنص صار واحد. اريد 4 ضربات، اريد 10 ضربات، اريد 3 ضربات، قد ما تريد تتكرر. اريد 4 ضربات اللي هي روند، 1 2 3 4. اريد ضربتين بلانش، 1 2. اريد ضربه واحده اللي هي انوار، 1، وهكذا. اريد فقط نص، شوف واحد سكتت بالصعود، سكتت واحد، شوف هذه هذا النص. والربع قلنا ايضا يصير خفض اليد ربع، فهذه هي الازمنه. يعني راح هسه منه تتمرن على ايقاع النوت، او اكو مترونوم يسموه يعطيك دوم تك دوم تك، يعني كل دوم هي ضربة وتك ضربة، شو راح يعطيك المترونوم؟ دوم تك دوم تك، شوف دوم ضربة تك ضربة،
هذا يعطيك إيقاع. فأنت على ضوء الإيقاع عندك مثلا النغمة هي نوار، فتعزفها خلال هذه مثلا دو دو ري، شوف دو ري مي مثلا، هذا هالشكل راح تنعزف الضربة. هذا الإيقاع أو المترونوم أو رقاص الساعة تقدر تتخذه كمترونوم، قياس يحسب لك وزن رقاص الساعة يروح ويرجع، رقاص الساعة يروح ويرجع، شوف يروح هنا نص ضربة ويرجع نص ضربة، ويروح نص ضربة ويرجع نص ضربة. هذا رقاص الساعة ممكن تستغله أيضا تتمرن عليه. هذا هو مفهوم الضربة، وهاي الأزمة. إحنا قلنا بقت السرعة، السرعة أنت تتحكم بها، تبدي دائما بطيء وشوية شوية إلى أن تسرع بالزمن، يعني بالسرعة، عفوا مو الزمن، تسرع بسرعة الزمن. أول مرة تبدي بطيء بالتمرين النقطة وبعدين شوي. فهنا شوف عندك لقاء، هسه المايسترو مثلا يقول وزن 2 على 4، سنجيب درس القادم الأوزان، فشوف يأشر 1 للأسفل، 1 2 3 4، فشوف الإيقاع ماله 1 2 3 4، يعني أسفل يسار يمين أعلى، كل إشارة هي ضربة، 1 ضربة، شوف 1 2 2 صار 3 يرجع 3 ويصعد 4، شوف راح يصير عند الإيقاع عشان المايسترو 1 2 3 4، 1 2 3 4، فراح يصير 1 2 3 4. هذا يمشي وزن، أو أكو وزن 2 على 4، راح يمشي المايسترو وزن 1 2، بس يخفض ويصعد 1، شوف 1 2 1 2، ما يسوى 1 2 3 4، لا بس 1 2. أكو وزن 3 على 4 مثلا، يجي المايسترو شي أشر 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. وأيضا يجيك الإيقاع مثلا، شوف يجي الإيقاع دوم ضربة، دوم تك تك تك، دوم تك تك تك، دوم ترك تك 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 تك، دوم. شوف هنا دائما الإيقاع التلاعب ماله يصير بالتكات، بالتك دوم ما ممكن يتلاعب به، لأن الدوم هو ضغوط الإيقاع، ما ممكن تلاعب، التلاعب يصير بالتك، ضربات التك، لأن الدوم تنضرب في وسط الطاولة أو في وسط الركب الإيقاع الآلة الإيقاعية، والتك في طرف مال الآلة الإيقاعية. يعني شوف عازف الإيقاع يضرب الدوم بالوسط والتكات بالطرف، راح يصير عندك تك 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 تك، شوف هذا وزن 2 على 4، يعني دوم دوم ضربة، تك تك راح تكات عددها راح تصير ضربة، راح يصير دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم، شوف دوم ضربة تك تك نص بنص دوم تك تك. فهاي هم نجيها بالدرس القادم، فحتى تصير صورة واضحة انه الضربة الوحدة اللي نعنيها هي خفض اليد وصعود اليد، حتى من تقرأ نوطة تيجي تشوف النوطة هذه صول على الخط الثاني هي صول، ولكن هاي الصول هي مستديرة أو روند، إذن هاي الصول أنا شو أعزفها؟ أعزفها 4 ضربات، 4 ضربات، يعني راح من أكمش الآلة وأشوف هاي علامة صول على الخط الثاني، زين على الخط الثاني هي علامة صول أعرفها أنا، زين هاي مستديرة معناها شنو؟ معناها هاي الصول لازم أعزفها 4 ضربات، شلون راح أعزفها 4 ضربات؟ أحسب برجلي، أنت لازم الآلة تحسب برجلك، مثلا راح تعزف قوس كامل 4 ضربات، مثلا صول، شوف جريت قوس، ناس سحب القوس بالروند راح يصير بطيء، لازم أكمله 4 ضربات، واضح؟
هالشكل. زين انت ما تحسب برجلك، خلي ايقاع دوم تك، يعني سجل ايقاع دوم تك 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 دوم تك تك تك. شوف اجي اعزف الروند خلال هاي الدوم والثلاث تكات، راح يصير صوف خلال اربع ضربات، يعني سحبت قوس راح تصير واحده. فاذا هذه هي فكره عن الازمنه، ودرس اليوم تحفظ لي القيم الزمنيه. هذا جدول تنقله تحفظه، انه القيم الزمنيه لكل علامه، وكل علامه شنو اسمها وشنو قيمتها الزمنيه، هاي تحفظها. وتحفظ لي ايضا هذا العلامات، شوف كل واحدة العلامة مثل روند وجل قيمتها الزمنية، شوف هذه قدامك تحفظهن. وانت تحاول تطبق، يعني تحسب حسابات، سوي تمرين ايقاع بيدك، واحد اثنين ثلاثة اربعة كذا، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ابدأ بطيء، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وسع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اسع، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أو هذا الروند تمرنت على ضربات الإيقاعي، تك 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 دوم تك تك تك، تمرنت أجل الروند دوم تك دوم تك دوم تك. شوف لأنه الزمن ما يتوقف، يعني أي توقف هو خطأ، يصير سكوت، والسكوت إنهم علامات هسنجي بعدين. إذن هكذا تتمرن على الإيقاع وتحفظ هذه الأزمنة، حتى درس قادم من نجي نعطيك نماذج للأوزان. هسن نجي درس الأوزان بالدرس القادم، نماذج شنو الأوزان وشون نكتب الوزن وشنو النقاط اللي تصير. لهنا ينتهي درس اليوم، ومع السلامة.